اخويا. واه انا واه اطلع واه واه. ورا اللي قاعد اشوف قبل تروح من كل مكان. كنعيشوه يوميا، ومن جهه اخرى هو انه في هذا النهار جات واحد اللجنه للمراقبه، وملي جاو قبل ما يجيو السيد بدا كيرش، وبدا حتى من الطريق اللي كتدي من المحجره للطريق الرئيسيه من الرابطه بين زايو والناظور بقى كيرش حتى الطريق بقى كيرشها، مع اننا حنا ما عمرو شفنا السيد كيرش. هذا صرالو كما من كيجي الملك لشي مدينه كيبقاو يجهزوها ويوجدوا لها في العلامات ويوجدوا لها ويشطبوا لها الشوارع. هذا الرحموني صرالو اليوم من جات عنده اللجنه صرالو بحال هذا المشكل، بقى كيرش وخبى كل شيء بحال شي حاجه ما هي كاينه. وفي هذه الساعه هذه انا كنت قلت للجنه باللي السيد راه خدام في واحد البلاصه بدون ترخيص، ما عندوش الرخصه في ديك البلاصه، ومن جات اللجنه قال لهم انا هادشي ما عمرو كان. وحاليا حضرت المواقع الالكترونيه وراهم صوروا وشافوا كل شيء بعينيهم، وراهم يعني ضبط المسائل مضبوطه ومتلبس ان السيد راه داير كيدير تماك الروك باش يدير الماينه، وراه خدام وما كاين حتى شي واحد اللي قال اللهم ان هذا منكر. السلطه في موقف المتفرج، والوضع الوضع اصبح كارثي، الوضع اصبح كارثي. وحنا كجمعيه وانا بصفتي الكاتب العام لجمعيه الجيل الجديد للتنميه المستدامه، حنا ابرياء من هادشي، كنتبراو من هادشي. السلطات هي تحمل المسؤوليه. الا غدا بعد غدا طاحت شي دار على شي شي شي, شي, شي عائله ولا وقعت شي حاجه، حنا ما كنتحملوش المسؤوليه. حنا ابرياء من هادشي هذا. حنا اللي كنطلبوا التدخل العاجل والفوري للسلطات المحليه قبل ما توقع شي حاجه، لان ما وقعت شي حاجه راه ما كاينش غادي يكون ما كاينش النادى. حنا كنطلبوا من السلطات المحليه والناس المسؤولين واعلى سلطه باش يتدخلوا وينقذوا هذه السكينه اللي هي في حاله خطيره وخطيره جدا. اولا السيد راه فتو موقوع غير قانوني، لان الميثاق الوطني اللي كينظم المقالع كيقول 25 كيلومتر على المدينه، السيد ما كيبعدش على المدينه ب 100 متر. واش هذا قانون؟ ولا حنا في قانون الغاب؟ حنا كنسمعوا البيئه ما البيئه ما البيئه، راه ما كاين لا بيئه لا حتى شي حاجه. الحوته الكبيره كتاكل الحوته الصغيره. وشوفوا اسكت. ولا نص تزكي على حقك ولا انت ماشي مزيان ومواطن ما صالحش. وحنا كنطلبوا من هاد السلطات المحليه، وكنزيد نكرر انهم يتدخلوا في اقرب وقت، لان السكينه في خطر. هذا من جهه، والا ما كاينش حل حنا في هاد 10 ايام ولا 15 يوم راه حنا غادي نديروا واحد الاعتصام مفتوح وغادي نديروا الكياطن، لان ما حنا الله ما يطيع علينا كيطون ولا يطيع علينا دار، نمشيو نسكنوا في كياطن. ولهذا كنطلبوا من الله سبحانه عز وجل باش يكون شي حل سلمي وفوري ولانقاذ السكينه وانقاذ هاد الابرياء اللي ما عندهم لا ذنب ولا جريمه.